بصي، احنا كمدرسة انترناشونال ما بنطلبش ده من الاهل خالص. احنا بيطلبوا بنطلب صدقيني. ان احنا بنطلب ان الاهل يتأكدوا انه ولادهم على المستوى اللي هم عايزينه، لكن تدخل وان هم يدرسوا لهم احنا ما بنحبش حتى كده، لان طريقة الاهل في التدريس طريقة بتبقى الأهل بتبقى مختلفة عن مختلفة، ففي أهل المدرسين. كتير بيخافوا فعلا إن هم يقعدوا مع ولادهم بعد المدرسة علشان طريقتهم ما تبقاش مختلفة عن طريقة التيتشر، حتى تلاقي الولاد لا يا مامي التيتشر بتاعتنا مش بتقول لنا بالطريقة دي، لا، كل الولاد نفسها مطلوب كانت من الاهل، بتعترض. كل مطلوب من الاهل ان لو البنت بيفتحوا حاجه، الحاجه اللي بيننا وبينهم زي كومنت بوك او تشانل بوك بيفتحوه، ولو لقوا ان البنت او الولد عندهم النهارده هوم ورك بتتاكدي ان هي عملت الهوم ورك، مش بتتاكدي ان هي عملته صح ولا غلط، لا بس في مدارس كتير دلوقتي بقت بتطالب انك تقعدي مع الولاد بعد المدرسة، يبقى المدرسه مش على مستوى مطلوب، لكن لازم الطفل في المدرسة خلاص يبقى خلص كل حاجة. لازم يرجع يكون فاهم هو بيعمل ايه كويس قوي، عارف الهومورك اللي عليه يعرف يعمله ازاي، والام او الاب بس بيتاكدوا ان هم قعدوا فعلا وعملوا الهومورك المطلوب منهم او عملوا المذاكره المطلوبه منهم. إيه لو هيقروا شويه للام او الاب بس عشان تسمعي ان هو بيقرا وعشان تتاكدي ان هو بيعمل الممارسه دي بتاعه القرايه كل يوم وخلص على كده. قبل ما نطلع هوا كنا بنتكلم عن الطفل والرياضة. الرياضة طبعا زي ما قلنا مهمة جدا للأطفال، بس حاسة ان الرياضة مش بتفرق مع الولاد زي زمان. يعني زمان الولاد يعني الرياضة كانت بتخليهم ملتزمين وشاطرين، وبتقولك الطفل الرياضي خلاص ما يقدرش، ما بيغلطش، ما بيعملش أي حاجة تاني. دلوقتي لأ، يعني الطفل الرياضي برضو يعني بصي، هو الاطفال دلوقتي برضو حواليهم حاجات كتيره قوي تشغلهم عن اللي انت بتقوليه ده، تشغلهم عن الرياضه وتشغلهم عن المذاكره وتشغلهم عن انهم حتى النت والتلفزيون في نت وفي تلفزيون وفي كرتون، وفي كرتون كتير مش حاجه بناءه للاطفال، وموجوده وبتتعرض عادي خالص وكل الاطفال عارفينها، لكن بتنمي العنف وبتنمي الكذب وبتنمي حاجات كتيره جدا احنا مش عايزينها في اولادنا. نصيحة بقى للأهل. اعرفوا ولادكم بيخرجوا مع مين، اهاليهم مين، اعرفوا بيتفرجوا على ايه، اتكلموا معاهم، خرجوا منهم كل حاجة حلوة او وحشة يعني وتعاملوا معاها. نصاحبهم بس يبقوا خايفين. لازم يبقوا في ليميت، لازم يبقوا عارفين انه في عقاب ولازم يبقوا عارفين ان في ثواب. طب افرضي خاف مني وما جاش حكالي، ما هي دي الشعرة بقى اللي لازم احنا انه ما يخافش منك لدرجة انه ما يحكيلكيش، بس لازم كمان يثق فيكي بس يعملك حساب، هو ولا عايز يزعلك ولا عايز يزعل منك بعدين. ايوه صح. بجد ميرسي ليكي قوي، وانتي فعلا مثال يحتذى به ان شاء الله. يعني نتمنى ان هو يبقى موجود في كتير من مديرين المدرسة. ميرسي يا ميرسي حبيبتي، ميرسي لحضرتك، قوي، ميرسي ليكي. ميرسي. مشاهدينا خلصت فقرتنا دلوقتي، ودلوقتي معانا تقرير عن مئوية نجيب محفوظ، تابعونا بعد الفاصل.